مساء الخير. لا مساء الخير. اوكي هو لخص التوك خلاص، انا مش هقول حاجه. طيب انا خليني هبدا معاكم التوك بان انا هفرهد الناس معايا شويه. احنا هنسال اربع اسئله، بس مش اسئله صعبه، يعني اسئله ان شاء الله اجابتها مش هتحتاج مجهود كبير. السؤال الاولاني، يا ترى ايه اكتر حاجه كل واحد فينا بيحب يعملها في حياته؟ ده اول سؤال، سواء بقى كانت شغل او دراسه او هوايه او ايا كان. السؤال الثاني، ايه بقى اللي انت فعلا بتعمله في حياتك؟ طب السؤال الثالث، يا ترى ايه العلاقه ما بين اللي انت بتحبه واللي انت بتعمله؟ هل في علاقه ما بينهم ولا متوسطه، ولا اصلا ده حاجه وده حاجه تانية خالص؟ السؤال الرابع، محدش فينا ممرش بلحظه نجاح في حياته، سواء برضه في دراسه او في شغل او في علاقات او في ايا كان. فانا عايز الناس بس كل واحد يفتكر لحظه نجاح كده، بس الاهم ان هو يفتكر يا ترى ايه اللي حصل بعدها. هل فضلت مكمل في النجاح ده وزودت والدنيا مشت معاك بشكل كويس، ولا حصل دروب في البوينت اللي انت نجحت فيها دي؟ خلونا نقول ان زي ما في ناس كتير فعلا بتقول، وهنبتدي من اخر سؤال ده نتكلم في التوك بتاعتنا، ناس كتير بتقول دايما ايه النجاح حاجه صعبه، ان النجاح ده مش حاجه سهله انها تتحقق. طيب هنتكلم بس واحده واحده كده في البوينت دي. اولا، انك تخطط للنجاح هو مش حاجه صعبه، مجرد بس انك بتاخد النيه انك عايز تنجح في حاجه معينه وبتبتدي انك تحط ستابس عشان تمشي عليه. كمان انك تمشي في الستابس علشان توصل للنجاح برضو مش حاجه صعبه، بتعمل مجهود، بتشتغل على نفسك، الكلام ده كله. اه فعلا، ما هو الصعب بقى ان انت توصل للنجاح ده. لا برضو ده مش صعب، ان انت تحقق نجاح ده مش حاجه صعبه. ازاي يا عم، ده الناس كلها بتقعد تقول دايما ده الوصول للنجاح حاجه صعبه ومش حاجه سهله. ما هو المقصود بيه ان الوصول للنجاح ده مش هيجي لك وانت نايم على السرير، ما انت لازم تبذل مجهود عشان تحصل انك نجحت في حاجه معينه. طب ما هو لما التخطيط سهل والستبس سهله وتحقيق النجاح نفسه سهل، ما الدنيا حلوه اهي. هنا المشكله، ان احنا دايما تفكيرنا واقف عند بوينت ان انا احقق النجاح، اوصل بس النجاح وربنا يسهل. ما هو المشكله ان احنا ما بنبصش بقى للي بعد كده، يا ترى انت بعد ما تنجح هيحصل لك ايه؟ وللاسف ناس كتير مننا ما يعرفوش ان دي اهم مرحله في حياه اي حد. يا ترى بعد ما تنجح هيحصل ايه؟ في تو سيناريوز بيتحط فيهم الناس اللي ناجحين عموما. السيناريو الاولاني بيسموه تو كيب ذا بيس هاي، انك تفضل محافظ على نجاحك ومستمر فيه وشغال بشكل كويس. السيناريو الثاني الوحش بقى بيسموه تو فول داون، بس لا، تو فول داون roughly and quickly، يعني بتقع بس وقع جامده قوي، بتبقى عامل زي اللي طلع على جبل ووصل للاخر بتاعه، وبعد ما وصل للاخر ما نزلش بشكل عادي، ده اترمى من فوق. فمتخيل بقى الشخص اللي بيترمي من فوق جبل ده بينزل بسرعه عامله ازاي وبقوه عامله ازاي؟ ده سيناريو من التو سيناريوز اللي بيتحط فيهم الشخص الناجح عموما. طب برضو الدنيا مش واضحه، احنا محتاجين نفهم اكتر. خلونا ندي اكزامبلز على الكلام ده. المثال الاولاني، ريال مدريد هو واحد من اكبر الانديه في العالم، نادي قوي جدا. ريال مدريد السيزون اللي قبل اللي فات كان مفنش السيزون بتاعه بشكل ممتاز جدا، كسبان تشامبيونز ليج اللي هي اقوى بطوله على مستوى الانديه في العالم، وعامل اداء محترم جدا. وكمان جه في بدايه السيزون اللي فات لعب في بطوله السوبر قصاد برشلونه اللي هو برضه من اقوى الانديه في العالم، وريال مدريد كسب الماتشين رايح جاي وان سايد جيم. الناس كلها قالت ريال مدريد داخل يطحن اي حد هيلعب قصاده. ولكن بدا الدوري في اسبانيا السنه اللي فاتت وبدا ريال مدريد يلعب، ولمفاجاه الناس كلها ريال مدريد بيتعادل وبيخسر مع فرق ضعيفه جدا، وبيوصل ان هو بقى في المركز العاشر. اي نعم، هو بعد كده صحح المسار بتاعه وكسب تشامبيونز ليج تاني وخلص في بوزيشن احسن، بس الناس دي برضه حبت تدرس ليه اللي حصل ده حصل لنا. فكان من اهم الاسباب اللي وصلوا لها ان اللعيبه بتاعتهم ما بقاش عندهم دافع، بقوا شايفين نفسهم احسن حاجه في الدنيا، ومن هنا وقعوا من فوق الجبل. المثال الثاني، ما اعتقدش حد فينا ما اتفرجش في يوم من الايام على البرامج بتاعه التالنتس زي عربز جوت تالنت، ستار ميكر والحاجات دي كلها. وما اعتقدش ان حد فينا فاكر اسم واحد من الناس اللي نجحت في الحاجات دي، صح؟ نادرا قوي لما بنفتكر اسم حد منهم. ليه؟ الناس دي برضه بيحصل لهم مشكله ان هم بيحسوا بمجرد نجاحهم في البرامج دي، انا وصلت لقمه الدنيا ومفيش حد احسن مني، فيبتدي يتعامل مع الموهبه بتاعته غلط، يبتدي ان هو يقع تاني من فوق الجبل.
المثال الثالث هو مثال بيجمع ما بين التو سيناريوز، انك تحافظ على نجاحك وانك تقع بسرعه. محمد صلاح هو دلوقتي واحد تقريبا من احسن 3 لعيبه في العالم، بس محمد صلاح اللي كان بيلعب في تشيلسي مش هو محمد صلاح اللي دلوقتي بيلعب في ليفربول. محمد صلاح بتاع تشيلسي كان المثال بتاع ان انت تقع من فوق الجبل بسرعه وبقوه قوي بعد ما تحقق نجاح. محمد صلاح بتاع ليفربول هو السيناريو الاولاني، to keep the pace high. وحتى اللي بيتابع محمد صلاح هيلاقيه في اغلب كلامه دلوقتي دايما بيتكلم بطريقه ايه، انا لسه عندي احسن، انا لسه عندي افضل، لسه عايز اعمل، بقى يعرف يتعامل مع النجاح بتاعه. طب احنا ازاي نحط نفسنا في السيناريو اللي هو انك تكمل في النجاح اللي انت عايز توصل له ده؟ في 5 خطوات بنمشي عليهم علشان خاطر نحقق السيناريو ده. السيناريو الاولاني او الخطوه الاولانيه بيسموها stay humble. يعني ايه stay humble؟ يعني انت نجحت وكويس وعملت انجاز، بس خليك على قدر من التواضع بالنسبه للانجاز ده. اوعى دايما تقتنع ان انت احسن واحد في الدنيا وان ما عندكش احسن من كده، لان عموما اي حد يبتدي يقول على نفسه نمبر 1 هيقع. دي الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه، مش معنى انك انت تحتفظ بالتواضع بتاعك انك انت يعني ما تديش لنفسك الفرصه انك تحتفل. لا، الخطوه الثانيه give yourself some credit. انت نجحت، انت حققت حاجه كويسه، افرح بده، بس ما تخليهوش يتحول معاك لانه يخليك السيناريو الثاني، الشخص المغرور اللي شايف ان مفيش حد احسن منه. الخطوه الثالثه، ودي خطوه مهمه جدا، ignore the haters. haters بس؟ لا، وكمان الناس اللي بتقول لك كلام حلو. لا لا لا، مش هينفع. طب ازاي؟ كلنا بنحب يتشكر فينا وكلنا بنحب نسمع كلام حلو، وخصوصا لما بننجح. دي حاجة صحيحة، اسمع فعلا للناس اللي بتشكر فيك، بس حط لامت لده، لأنك لو فضلت تسمع في كلام حلو بيبتدي يتحول معاك الكلام ده من مجرد كلام حلو بيشجعك لمخدر يبتدي يحولك للشخص المغرور إياه نمبر 1. طيب الخطوة دي برضو لسه فيها قصة الهيترز. طب أنا ما اسمعش كمان للناس اللي بتنتقدني؟ لا، اللي بينتقدك عشان يقولك إنك فيك حاجة كويسة أو فيك حاجة وحشة عدلها، ده تسمع له. انما الشخص اللي عمال يحاول يحبطك ويوقعك ده ما تسمعلوش. بصوا يا جماعه، احنا كلنا بطبعنا بنغير وبنحسد كمان. لما بنشوف حد ناجح بنبتدي اللي هو ايه، غيرانين منه، ممكن نبتدي نحسده، وكمان لو لينا كونكشن معاه ممكن الشيطان يبتدي يلعب في دماغنا ان احنا، لا بص انت وحش وفيك 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 وفيك، عشان خاطر ايه، انت مش احسن مني. فدايما انت وانت في موضع الناجح اسمع للانتقاد، بس ما تسمحش للموضوع ان هو يوقعك وتخلي مجهودك رايح في انك ترد على كل واحد بيعيب فيك. مجهودك ده اولى تحطه في انك تنجح بشكل افضل. الخطوه الرابعه، set bigger goals. حط اهداف اكبر من اللي انت اشتغلت عليها قبل كده. انت وصلت للنجاح، برافو عليك. مجرد ما توصل للنجاح ده تكون بتحط الهدف اللي بعديه ويكون هدف اكبر، عشان تاخد سكيلز جديده، اكسبيرينس جديده. ما ينفعش تفضل ماشي في نفس الدايره المغلقه. الخطوه الخامسه، مش بس انك تحط الجولز بتاعتك انها تكون بيجر، لا دي لازم تكون ان ديفرنت دايركشنز. الحياه مش كلها شغل وبس، ولا علاقات شخصيه وبس، ولا هزار وبس. لازم يكون ليك اهداف في كل حاجه في حياتك علشان على الاقل ما تحسش بالملل. وقريت قبل كده ان موست انتربرنورز من اللي موجودين في سيليكون فالي في امريكا، الناس دي مش بس بيشتغلوا على الستارت ابس بتاعتهم، الناس دي كمان فيت اند هيلثي، يعني بيهتموا بصحتهم، بيلعبوا رياضه، كمان they are engaged in many different activities، بيشاركوا في activities مختلفه، علشان حياتك ما تبقاش ماشيه في اتجاه واحد. بعد فتره هتحس ان انت بقيت انسان آلي عمال تكرر وبس. كده احنا اتكلمنا على مرحله واتس افتر سكسس، المرحله اللي عقول اغلب الناس ما بتروح لهاش. طب فاكرين الاسئله اللي سالناها في الاول؟ كان في 3 اسئله سالناهم، حد فاكرهم؟ الناس فاكره ولا ايه؟ طيب كان السؤال الاولاني، يا ترى انت ايه اكتر حاجه بتحبها؟ السؤال الثاني، يا ترى بقى ايه الحاجه اللي انت بتعملها؟ السؤال الثالث، ايه العلاقه بقى بين اللي انت بتحبه واللي انت بتعمله؟ لو العلاقه بين اللي انت بتحبه واللي انت بتعمله علاقه قويه فكويس قوي، استمر على اللي انت فيه. الكلام اللي جاي ده مجرد تاكيد على الفكره اللي انت ماشي عليها في حياتك. اما بقى لو الاجابه على السؤال ده ان العلاقه بين اللي انا بحبه واللي انا بعمله ضعيفه او اصلا ما فيش علاقه، فانت محتاج تركز معايا شويه. مبدئيا كده، كم واحد حاسس ان اللي بيحبه حاجه واللي بيعمله حاجه؟ ما شاء الله، كتير. اوكي، ما تقلقوش، هي مشكله ناس كتير جدا يعني. فخلونا طب نبتدي نتكلم في الحته دي. اكيد كلنا مقتنعين ان ربنا خلقنا
لهدف، محدش فينا اتخلق غلط مثلا، تمام؟ فهل منطقي ان ربنا اللي خلقك لهدف ده تقوم انت رايح تعيش حياه بتاعت حد تاني، او حياه انت ما بتعملش فيها الشيء اللي المفروض انت مخلوق عشان تعمله؟ طب بلاش. مش ربنا اللي خلقك لهدف ده هو اللي حط جواك حبك للحاجه اللي انت بتحب تعملها؟ وكمان في بعض الاحيان بيكون حاطط جواك الموهبه في الحاجه دي؟ طب ما بداتش تحس ان الاثنين ماشيين مع بعض؟ ربنا خلقني لهدف وحاطط جوايا دي، يعني هو ده الهدف بتاعي؟ طيب يعني المفروض ان انا ابتدي افكر بالشكل ده. جميل، خلينا نقول ان انت كده شكلك واخدنا في سكه الكارير شيفتنج، والكلام عن الكارير شيفتنج اللي سمعناه كتير قبل كده، والقصص اللي احنا الحلوه دي. هو مش بالظبط كده، بس هو انتوا زي ما بتقولوا احنا اكيد كلنا سمعنا عن الكلام ده قبل كده، بس يا ترى كنا بنسمع ونقول الله حلو جميل وبنقف عند كده، ولا بناخد اكشن؟ طب ايه اللي بيمنعنا ان احنا ناخد اكشن؟ في اسباب كتير بتمنعنا، انا هقول ثلاثه بس. السبب الاولاني ان الناس هتقول عليا، اصل الناس هتقول عليا لو عملت الحاجه دي، يا عم ايه اللي انت بتعمله ده، يا عم ايه الهبل ده، ده ما بيجيبش همه، ده ما بياكلش عيش. ادي السبب الاولاني. السبب الثاني، اصل الحاجه اللي انا بشتغل فيها دلوقتي او بدرسها دلوقتي هي اللي بتجيب فلوس، لو رحت عملت الحاجه اللي بحبها ما انش ضامن ان هي تجيلي فلوس ولا لا. السبب الثالث، ان انا مش ضامن ان انا لو رحت عملت الحاجه اللي انا بحبها ان انا هنجح. طب خلونا نرد على كل واحد فيهم لوحده. السبب الاولاني، اصل الناس هتتكلم عليا. في قصه لطيفه قوي بتاعت شخصيه اسمها جحا، اللي هي من شخصيات التراث العربي القديم. جحا ده في يوم من الايام كان واخد ابنه وراحوا اشتروا حمار، وخدوا الحمار ده ماشيين بيه في الشارع، والاثنين ماشيين جنب الحمار، فالناس شافوهم قال لك بص الناس اللي بتفكرش معاهم حمار وماشيين هما الاثنين على الارض. فقال لك والله صح، طب احنا نركب احنا الاثنين على الحمار. وركبوا فعلا هما الاثنين وبقوا ماشيين. شافوهم الناس تاني بعد شويه قال لك بص الناس اللي ما عندهاش رحمه جايبين حمار وراكبين عليه هما الاثنين، مش واحد يركب والتاني ينزل يريحه شويه. راح الراجل منزل ابنه وفضل راكب هو وابنه، بقى ماشي جنب الحمار. الناس شافوهم للمره الثالثه قال لك بص الراجل اللي ما عندوش رحمه ممشي ابنه على الارض وراكب هو على الحمار. راح الراجل نازل ومركب ابنه مكانه. جم الناس للمره الرابعه بعديها قال لك بص الولد العاق سايب ابوه ماشي على الارض وراكب هو على الحمار. الخلاصه من القصه دي ايه؟ مهما عملت في حياتك الناس هتتكلم عليك، فما فيش داعي بقى انك تزنق نفسك في زون مش بتاعتك. بالعكس، تعمل حاجه انت حاببها، لو حد جه يتكلم عليك هيبقى عندك دافع انك تكمل، مش مجرد ما حد يقول لك اي كلمه كده تروح واقع وسايبها. فادي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، اصل الحاجه اللي انا بعملها دلوقتي دي هي اللي بتجيب فلوس، غيرها ما بيجيبش. مشكله الناس اللي بتفكر بالطريقه دي انها بتتعامل مع الفلوس على انها فاريبل، يعني انا اشتغلت في المجال ده هيجي لي فلوس، ما اشتغلتش في المجال ده مش هيجي لي فلوس. في حين ان الفلوس كونستنت، الفلوس كده كده بتيجي لاي حد بيشتغل في اي مجال، طالما انت بتشتغل وبتتعب في المجال اللي انت فيه هيجي لك فلوس. بالعكس، ده انت لما تكون بتعمل الحاجه اللي انت بتحبها هتبقى شاطر فيها وهتبقى ناجح فيها، فساعتها هتجي لك الفلوس اللي انت عايزها واكتر كمان. طب السبب الثالث، اصلا انا خايف ما انجحش في الحاجه اللي انا بحبها. هو اصلا من اساسيات انك تنجح في اي حاجه انك تكون بتحبها، علشان هيبقى ساعتها عندك الاستعداد انك تتفرم في الحاجه دي في سبيل انك تتعلمها وتاخد فيها سكيلز جديده وتاخد فيها نوليدج جديده. فكده احنا اتكلمنا على اهم ثلاث اسباب. طب انا مقتنع باللي انت بتقوله، بس المشكله بقى ان انا اصلا لسه مش عارف اللي انا بحبه ده هو ده فعلا، او اصلا انا ما اعرفش انا بحب ايه. وكمان انا مش هينفع اعمل زي ما انتوا بتقولوا سيب اللي انت بتعمله مره واحده وروح للي انت بتحبه. انا مش هينفع اعمل كده، انا ضد جدا اصلا ان اي حد يعمل كده. اوعى تسيب اللي انت بتعمله فجاه وتروح لحاجه انت بتحبها، وانت كمان بالذات لو مش فاينانشلي ستيبل. طب انا في نفس الوقت عايز اعرف اللي انا بحبه ده ازاي. في نظريه ظريفه قوي اسمها تراي اند ايرور. انا الشخص اللي واقف قدامكم دلوقتي بقالي 7 سنين عايش في النظريه دي. انا خريج كليه هندسه قسم عماره، فانا خدت مجال الانجنييرنج وفضلت اجرب فيه واتعلم فيه لحد ما لقيت نفسي بحب الاركيتكتشر. كمان في خلال الفتره دي لقيت نفسي بحب قوي البابليك سبيكينج والبرزنتيشن والكلام مع الناس، وبدات اتعلم فيه اكتر لغايه ما دلوقتي انا بشتغل برزنتيشن سكيلز ترينر وبشتغل فويس اوفر. كمان لقيت ان انا حابب السيلز والماركتنج وحابب اتعلم فيهم، فتعلمت فيهم وجربت فيهم لغايه ما انا دلوقتي شغال سيلز انجينير. اكتر من كده كتير كنت بجرب فيه، بس الفكره كلها انك انت مش لازم كل اللي بتجرب فيه هينجح، لا، المهم انك توصل للحاجه اللي انت عايزها.
طب انا دلوقتي هعمل كده ازاي برضو وانت بتقول مش لازم تسيبها مره واحده؟ بقى في اسباب كتير وطرق كتير تخليك تعرف الحاجه اللي انت حاببها وهتمشي فيها كويس ومش محتاج اكتر من ساعه واحده في اليوم. اولهم واهمهم الاونلاين ليرنينج. دلوقتي انت بقيت على المواقع بتاعه الموكس تقدر تتعلم اي حاجه في اي وقت من اي مكان وانت قاعد في بيتك. فدي ممكن حاجه تعملها كويس قوي انك تعرف عن المجال اللي انت عايزه. الحاجه الثانيه ودي يمكن مش مشهوره عندنا قوي حاجه اسمها الانفورميشنال انترفيوز، ان انت تبتدي تقابل ناس شغالين في المجال اللي انت بتدور عليه ده وتسالهم وتتكلم معاهم وتعرف منهم اكتر عن المجال ده علشان تاخد معلومات كافيه ليك. طب حلو، انا كده خلاص قدرت ان انا احدد الحاجه اللي انا عايزها، مش فاضل لي غير ان انا عايز اوصل ازاي. في حاجه بقى اخيره بيسموها ذا ساينس اوف اتشيفمنت، ازاي تحقق النجاح اللي انت عايزه. ثلاث خطوات بينطبقوا على اي حاجه انت عايز توصل لها. الخطوه الاولى فوكس يور افورتس، ركز مجهوداتك على الحاجه اللي انت عايز تعملها، وزي ما قلنا مجرد ساعه واحده في اليوم. ومش معنى انك بتحب تجرب حاجات كتير قوي انك تعمل كل ده في وقت واحد، لا، فكر في حاجه لمده وبعدها روح لحاجه ثانيه وهكذا. الخطوه الثانيه تيك ماسيف اكشنز، خد خطوات قويه. فاكرين لما كنا بنقول انت بتعمل ايه بعد ما بتسمع عن الكارير شيفتنج؟ بتتبسط وبس ولا بتاخد اكشنز؟ لا، ما تتبسطش بس، خد اكشنز. والاكشنز زي ما قلنا بسيطه، ساعه في اليوم، كورس، ناس اتكلم معاها، كل دي ماسيف اكشنز. الخطوه الثالثه واخر خطوه بليف. بليف في ايه بالظبط؟ صدق ان النجاح بيحصل للشخص اللي بيجتهد وبس، وان حتى اللي اسمه حظ اللي بيقول عليه بيجي بالحظ ده، ده بيروح يقف مع الناس اللي بتجتهد وبس، مش بيروح لاي حد خالص. كده احنا اتكلمنا على بوينتس كتير قوي، بس لو فكرنا كويس قوي في البوينتس دي هنقدر نجاوب على اهم سؤالين قلناهم النهارده. What's before success and what's after success. شكرا. طب اكمل انا ولا ايه؟